اعتقادي مثلا واحده زي حضرتك مش عارفه كده ايه اللي التربيه لما لبست اللبس ده ما بقتش في حالها. امال هي لابسه لي انا لا اي حاجه زي كده وقلت لو سمحتي بعمل لك كده اهو وبتعكس بطن. ايه رايك بقى حبيبتي انت مدمره انتوا مدمرين احنا كده المصريين كده رجاله زياده عن اللزوم. اثبت لي اسطورتك. نازلين نقفش متلبس. اوه ايه ده متخافش مش هعمل لك مشاكل. بتتصرف ليه؟ دي اخلاق ده ضمير. انا بس فهمني علشان خاطر اللي بيديهم الحاجات دي الايد اللي بتديهم الحاجات دي دي عندها ضمير؟ بحشش بالك قد ايه؟ 20 سنه. الحشيش ده بيخلي البني ادم يركز. انا طول اليوم ماشيه بيتقطع فيا كده. لما بتسمع كلمه تحرر بتتخيل ايه؟ مصر. ابتديت فعلا افقد الامل في ان البلد دي تقوم. انت ما عندكش امل خليك جنب امك لغايه ما تلاقي الامل. كملي انت مع نفسك يا مصر. في ناس انا هروح واجي لك جباشه. انا سبت امريكا ونزلت اشتغل وبتمرمط هقعص الشباب فيه. انت بعد الحوار ده هتقول انت مين؟ انا معجبه بيك وعايزاك. يا راجل اختشي على سنك. ده المجتمع اللي احنا عايشين فيه. برنامج ايجابيزم مع مي الخرسيتي في رمضان حصرياً على القاهرة والناس. أهلاً بكم في العاصمة.